من قدام باب مسجد سيدنا الحسين في مصر. يبغي حتى حاجه غادي ناخذ هذا. راه فاش يبغي ينعس كيحط حداه القران، او بنته في القران حدا راسو. فاق علم انا كم علاش انا كافره ولا يهوديه اللي غنتزوج واحد ملحد؟ انا مسلمه من عائله مسلمه، حيت انا عارفه غير داوي ماشي داكشي من القلب. انا مسلمه غنتزوج واحد ملحد مع جوج الاطفال؟ ما يمكنش نهائيا. يعني ما يكونش واحد ملحد وعنده قران وهذا في البيت ديالو نهائيا. القران الاطفال ديالو. انا مسلمه ما يمكنش. انا مسلمه وعائله مسلمه محافظه، ما يمكنش ليا نتزوج واحد ملحد. انا وياه دابا 7 سنوات وانا وياه، ما يمكنش. محفظ بنته القران. محفظ بنته القران. ممكن رفيق عنده جوج ديال الاخوان ديالو الكبير. ممكن انه نشوف الايات اللي حافظ البنيه. لينا الايه اللي حفظك باباك ديال شنو حفظك باباك؟ قولي القران اللي حفظك يا حبيبه. راجينا قولي شنو حفظك؟ شنو الصلاه اللي حفظك؟ الحمد والناس والاخلاص. حفظهم قوليهم لينا. قولي الحمد لله. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. برافو عليك. آخر كلمة قالها لك ملي كان يعني آخر كلمة قالها لك ملي يعني توضع عندنا الحراسة النظرية. آخر كلمة هو نازل وأنا راجع البيت ديالي وليا تنظيف طلع لي وطلب من الناس المسامحة على داكشي ما قالوش من قلبي. هو من عائلة محافظة. محافظة. رفيق الاخ الكبير ديالو الاستاذ للاخ الصغير. اخ كبير يعني انسان محافظ جيدا سد اللحيه ديالو. ولا الاخ الصغير ديالو بعد مرات كيجي الاخ ديالو كيقول ليه يلا رفيق نوض توضى. كيقول ليه يلا فين مشي؟ يقول يلا صلي معايا مثلا العصر. كيقول ليه يلا صلي معايا العصر. كيقول ليه يلا نمشيو ماشي مشكل. مره الظهر مره العصر مره المغرب بزاف. في الوعي ديالو هو ملي كيكون في الوعي كيف داير المعامله ديالو؟ رفيق ملي كيكون في الوعي ديالو انسان بزاف. جميع التصريحات اللي كنت كنصرح بهم قبل كيبغي الخير كلشي ظريف. رفيق يقدر يكون كياكل وبان ليه واحد ما عندوش يعطيه ويبقى هو بلاش. يقول لك كل انا شبعان وخا مثلا ما كلاش يعطيه لشي حد يقول لك لا انا شبعان. مثال مرة داك النهار واحد السيد مسكين كينعس حدا الباب برا. ان شاء الله كان ايام كانت الشتا مؤخرا لقى مسكين بارد. جا حيد المانطا اللي كيتغطى بها حيدها وغطى بها السيد. يعني كلشي لا جيران ولا تسولهم على رفيق. رفيق القلب صافي ونية صادقة. كاين بعض الاقوال تيقول بان كانت عنده فكرة باش يمشي للحج ولا فعلا. قال لي ان شاء الله ملي غتسالي الكونفينمون ما غنسافروا حتى بلاصه نمشي انا وياك ان شاء الله. هي الحج يا العمر قلت ان شاء الله احسن حاجه. قلت انا خير من جميع البلدان بغيت ان شاء الله نزور مقام قام الله. ما تنساوش تكليكيو على الاشتراك على القناه صحيفه 24 وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.